الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح كتاب الورقات للإمام الجويني رحمه الله. الدرس السادس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد، نكمل مسائلنا. إذا قلنا عرفنا شروط التكليف، فالذي يدخل في الأوامر في خطاب الأوامر والنواهي هو من توفرت فيه هذه الشروط الخمسة. وأضرب لكم فرعين: اختلف العلماء في تكليف السكران، هل السكران مكلف؟ فيما لو وقع من السكران طلاق أو عتق حال سكره، لو وقع من الإنسان طلاق أو عتق حال سكره، فهل يكون مكلفا في هذه الحالة؟ اختلف العلماء في ذلك، والقول الأقرب إن شاء الله أن طلاق السكران الطافح جدا غير واقع. طلاق السكران وعتاق السكران الطافح جدا، ايش معنى الطافح جدا؟ المقفل، ها؟ يسمونها العوام مجر الدور الفوقي. نخلص مرة طافي. طيب، وما الشيء الذي اختل فيه من شروط التكليف؟ العقل. أحسنت يا شيخ أبو خالد، العقل عندها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق، يعني في حال كون الإنسان مغلقا على عقله بسبب من الأسباب التي تغلق على العقل، والسكر من الأشياء التي تغلق على العقل. طيب، مسألة ثانية: اختلف العلماء في حكم طلاق الغضبان، اختلف العلماء في حكم طلاق الغضبان على ثلاثة أقوال، والقول الصحيح إن شاء الله أنه لا يقع طلاقه فيما لو بلغ به الغضب حده ومنتهى، حيث لا يدري كيف يقول وما وبأي شيء يتصرف. وأما إذا كان لا يزال في بداية الغضب فإنه مكلف في هذه الحالة. نعم. إيش؟ يلعب يعني؟ تسأله تقول هل فيه خدعة سويها بعض المفتين، يقول كيف طلقت؟ فإذا وصف الحالة على ما هي عليه فهو عاقل، ما عرف، لكن غضب. يعني ما بعد خبرنا واحد إن مبسوط طلق زوجته، الغضب لابد ما يكون مصحوم بالطلاق بالغضب ولا لا؟ ما في حد طلق زوجته ومبسوط معها، غضبان وطلق، فليست كل دعوة للغضب تكون مقبولة. فأنت قل: صف لي كيف وقع منك ذلك، وكم لفظة تكلمت، وما الأمر الذي هيجك؟ فإذا وصف لك الحال على ما هي عليه فيكون غضبه لم يغطي على عقله. لكن من الناس رجل من تنتفخ أوداجه وتحمر عيناه، ربما بعضهم يغمى عليه من الغضب، ربما بعضهم يسب ويقع في السب والشتم، فإذا صح مع الغضب ها؟ أي نعم، ما سويت شيء يا شيخ. انظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام، ها، وألقى الألواح التي فيها كلام الله، شدة غضبه على قومه لما اتخذوا العجل، فلما سكت عن الغضب أخذ الألواح. الغضب، أعوذ بالله من الغضب، لا تغضبون. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل، ترى هذا وقت إضافي بتعطوني، ترى أنتم اللي ضيعتوا الوقت علينا. طيب، المعتوه هل هو مكلف ولا لا؟ المعتوه هو الذي بلغ به السن حد الخرف، معتوه، أو أنه أصابته ضربة في رأسه بحيث أنه لم يعد يتصرف تصرف العقلاء، هي يسمونها المعتوه. هل هو مكلف ولا غير مكلف يا أخوان؟ أقول: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك اختلافا كبيرا، وسبب اختلافهم في هذه المسألة هو تردد المعتوه بين المجنون وبين السفيه، فمن ألحقه بالمجنون قال إنه ليس بمكلف، ومن ألحقه بالسفيه قال إنه مكلف. والراجح عندي في هذه المسألة والله أعلم أن المعتوه غير مكلف، فالخرف الكبير السن الذي بلغ به العته والخرف حدا لا يعرف أسماء من حوله، فإنه حينئذ قد ارتفع عنه التكليف. إلا أنه لا بد أن ننبه على قضية، وهي أن المعتوه لا نعامله معاملة المجنون كاملا، لا، نقول أنت غير مكلف، لكن لو صلى صلاة صحيحة فإن صلاته صحيحة، فنحن عاملناه معاملة المجنون في عدم تكليفه
ولكننا عاملناه معاملة السفيه في قبول صلاته. لماذا؟ لأن فيه الشائبتان، ففيه شيء من شبه السفيه وفيه شيء من شبه المجنون. المسألة طيب، قال الشيخ رحمه الله في الكفار، إن مرت علينا الكفار ولا ما مرت علينا يا جماعة؟ لا ما مرت علينا الكفار، ها؟ وش قال الشيخ؟ قال والكفار مخاطبون بفروع الشريعة. هذه مسألة كبيرة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، خلاصتها هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة ولا لا؟ إذا قالوا مخاطب بفروع الشريعة يقصدون بها الفروع العملية. نقول وبالله التوفيق، أجمع العلماء على أن الكفار مخاطبون بالعقائد، أجمع العلماء على أن الكفار مخاطبون بالتوحيد والعقائد. شيخ خطاب هذه لم يختلفوا فيها يا حبيبي أبدا، لم يختلفوا في هذه المسألة أبدا، فهم مخاطبون بالتوحيد وترك الشرك وغيرها، العقائد هم مخاطبون بها. وإنما اختلف العلماء في الفروع العملية، هل الكفار مخاطبون بها حال كفرهم؟ على قولين كبيرين لأهل العلم. والقول الصحيح عندي في هذه المسألة بل عند جمهور الأصوليين أن الكفار مخاطبون بها وبشروط صحتها، أن مثل ما قال الشيخ والكفار مخاطبون بها وبإيش؟ وبما يصححها. فإذا دخل وقت الصلاة فإن الصلاة تطلب من المسلم والكافر، المسلم يقوم يتوضأ ويصلي، طيب الكافر يجب عليه أن يسلم ويتوضأ ويصلي، طيب مر الوقت وما توضأ ولا أسلم، فنقول يوم القيامة يعاقب على كفره ويعاقب على تركه للفروع. وعلى ذلك قول الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، يضاعف له العذاب، مع أنه كفر بإيش؟ بأنه دعا مع الله إلها آخر، لكنه لما زاد على كفره هذه الذنوب وهي القتل والزنا فإنه يعذب يوم القيامة على كفره وعلى هذه الأشياء التي ارتكبها. وأوضح من هذا قول الله جل وعلا في آخر سورة المدثر أن أهل الجنة يسألون، أو الملائكة يسألون الكفار ما سلككم في سقر؟ قالوا بسم الله، ها قولوا فرع ولا لم نكن من المصلين، هذا فرع من فروع الشريعة، يبينون السبب الآن في دخولهم في سقر، فلو لم يكونوا مطالبين بالصلاة فكيف يعذبون عليها؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، هذه واحدة، ولم نكن نطعم المسكين في الزكاة، هذه ثانية وهي من فروع الشريعة، وكنا نخوض مع الخائضين بالغيبة والنميمة والسب والشتم ولا لا، وكنا نكذب بيوم الدين، هم كفروا بإيش؟ بالتكذيب بيوم الدين، ومع ذلك بيّنوا أن من الأشياء التي صارت سبب عذابهم أنهم تركوا الصلاة والزكاة وأنهم كانوا يخوضون مع الخائضين. واسمع إلى هذا أيضا قول الله جل وعلا فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وقد فسرت الزكاة بالطهارة وفسرت الزكاة بزكاة المال، مش أرجع عندكم يا جماعة أنها الحقيقة الشرعية وهي الزكاة، وهي الزكاة المالية الحقيقة الشرعية وهي الزكاة المالية. ومنها أيضا اسمعوا قول الله جل وعلا عن الكفار أنهم يقولون يوم القيامة قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب إيش لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، الشرك من الكبائر ولا الصغائر؟ طيب شلون إذا سجلت عليهم الكبائر وسجلت عليهم الصغائر، فكيف تسجل عليهم صغائر الأعمال أو صغائر الواجبات إذا لم تكن واجبة عليهم في الدنيا؟ ما يغادر صغيرة ولا كبيرة، تركوا الصلاة سجلت، أشركوا سجلت، فكل كبير فعلوه أو صغير فعلوه فإنه مسجل. وعلى ذلك أيضا قول الله جل وعلا ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر، يعني مكتوب في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، ما في ما يفوت شيء أبدا،
فلو أنهم غير مطالبين بها لما كتبت عليهم الصغائر، وإنما كتبت عليهم الكبائر فقط، لكن كتبت عليهم الكبائر وكتبت عليهم الصغائر. بل اسمع إلى قول الله جل وعلا عن الكافر الذي يأكل من غسلين، طعامه غسلين، قال: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، وهذا شرك، ولا يحض على طعام المسكين، وهذا فرع من فروع الشريعة، فكيف يعاقبه عليه إذا لم يكن مطالبا به؟ أما أدري إخوان، الأدلة واضحة ولا لا؟ فإذا القول الحق في هذه المسألة هو أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. طيب يقول لي القائل: يعني ترضى يا أبو راشد الله يهديك يجينا جون ديفيد ويدخل مسجد ابن باز ويصلي هو كافر؟ يقول شيخكم يقول واجب الصلاة وصليت معكم. نقول: شف يا شيخ، لقد دل الأدلة على أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأن الشريعة إذا أمرت بشيء أمرت به وبكل ما يكون شرطا لصحته. فإذا الشريعة تأمر الكافر بالصلاة، ومن شرط صحة الصلاة الإسلام، فإذا لا بد أن يسلم، ومن شرط صحة الصلاة الطهارة، إذا لا بد أن يتطهر. فإذا مطالبتهم بالصلاة أمر بها وأمر بكل ما يكون شرطا في صحتها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم أقول أيها الإخوان في آخر المطاف، أجمع العلماء على أن الكافر إذا أسلم وحسن إسلامه فإن الله يكفر عنه كل ذنوبه السابقة، ولا يلزم بقضاء شيء فاته من الواجبات. الحمد لله، لعموم قول الله جل وعلا: قل للمشركين إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني إن ينتهوا عن الشرك يغفر لهم ما قد سلف فيه. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ الحمد لله، نعمة عظيمة. طيب بما أنه إذا أسلم غفر له ما مضى، إذن لماذا تبحث في هذه المسألة؟ ما فائدة الخلاف فيها؟ فائدتها فيما لو مات الكافر ولم يسلم، فهل سيعذب يوم القيامة على كفره فقط، ولا على كفره وتركه لفروع الشريعة؟ الجواب: سوف يعذب على كفره ويزاد في عذابه على تركه لفروع الشريعة. إذن الخلاف فيها له ثمرة أم ليس له ثمرة؟ الجواب: له ثمرة. طيب مسألة: لو أن الكافر له أعمال صالحة يوم الكافر ثم أسلم، فهل تكتب له تلك الأعمال الصالحة في ميزان حسناته ولا لا؟ عملها وقت كفره، ومن شرط الصالحات عمل الصالحات الإسلام، فتكون هباء منثورا. يعني إذا مثلا اعتق الكافر 30 رقبة وهو كافر، وهو كافر، العتق تعرفون ثوابه. طيب ثم أسلم بعد ذلك، فهل عتقه هذا ثوابه يأتي؟ تصدق على الفقراء والمساكين، بنى جمعيات خيرية، كفل أيتاما وهو كافر ثم أسلم. اختلف العلماء في ذلك، والقول الصحيح الذي تؤيده النصوص أن هذا مبني على إحسان إسلامه، فإذا أسلم وحسن إسلامه فكل حسنة عملها في كفره فإن الله جل وعلا كرما منه وفضلا يكتبها في ميزان حسناته، نعمة عظيمة. وعلى ذلك قول النبي صلى الله لحكيم بن حزام قال: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، أتعبد فيها بالجاهلية؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا حكيم، أسلمت على ما سلف من خير، أسلمت على ما سلف من خير، أي جميع أمورك السابقة من الطاعات والعبادات تكتب لك في ميزان حسناتك، وهذا من فضل الله جل وعلا، وهذا من فضل الله جل وعلا. ومن مسائل الباب أيضا قول الشيخ رحمه الله: والأمر بالشيء نهي عن ضده، صح ولا يا جماعة؟ الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهذه قاعدة طيبة عند أهل العلم رحمهم الله، ولكن لا بد أن نقيدها بقيد مهم، وهو قولنا نهي عن ضده في المعنى لا من جهة اللفظ. يعني مثلا إذا قلت قم فأنت تفهم أمرين، تفهم أني أمرتك بالقيام ونهيتك عن إيش؟ القعود، صح ولا لا؟ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا أمرك الله بالصلاة في هذا الوقت
فهو أمر بشيئين، أمر بالصلاة وأمر بعدم إخراجها عن وقتها. ها؟ إذا أمرك الله بالزكاة فهو أمر بشيئين، أمر بالزكاة وأمر بإيش؟ ونهي عن التفريط في إخراجها أو التلاعب فيها. فإذا الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى. فقول الله جل وعلا أدعوني أستجب لكم، أدعوني، هذا أمر بأمر بشيئين، أمر بتوحيد الله بالدعاء ونهي عن دعاء غيره، صح ولا لا؟ لأن الأمر بشيء أمر بضده، بس ترى من جهة المعنى ليس من جهة اللفظ. يقول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فالأمر بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشيئين يا شيخ خالد، أمر بمتابعته ونهي عن الإحداث في الدين أو المخالفة أو التنكب عن الصراط المستقيم، صح ولا لا؟ فإذا يصح أن نستدل بهذه الآية على إنكار البدع، مع أن البدع منهي عنها، تستدل عليها بالنهي الذي تضمنه هذا الأمر فاتبعوه، فهذا أمر باتباعه ونهي ضمني عن مخالفته والتنكب عن الصراط المستقيم. القاعدة واضحة، إذا أمرك الله بشيء فإن أمره يتضمن شيئين، يتضمن القيام بهذا الشيء ويتضمن النهي عن التفريط في القيام بهذا الشيء، هذا واضح إن شاء الله. قوله رحمه الله والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، هذا تعريف قسيم الأمر وهو النهي. لما انتهى الشيخ رحمه الله تعالى من الكلام على الأمر انتقل مباشرة للكلام على النهي. النهي في اللغة هو إيش يا جماعة؟ طلب الترك. النهي لغة طلب الترك، وأما في الاصطلاح فهو نفس تعريف الأمر إن كنتم لا تزالون تذكرونه، لكن بدل طلب الفعل تحط إيش؟ طلب الترك. فمن يعرف للنهي؟ ها؟ لا لا لا، النهي مو بالتحريم، النهي من يعرفه؟ بسم الله عليه، من يعرف النهي؟ هو بعينه تعريف الأمر، لكن الأمر فيه طلب الفعل، وهذا حطت طلب الترك. إذن ماذا نقول؟ لا لا يا شيخ لا، نعم هذا تعريف الأمر، طلب الترك ممن عبد كفر عن هذه الخطأ، عبد كفر فيما يستقبل، لازم تجاوبون بسرعة ولا أروح عنكم ضايق صدري. طلب الترك ممن هو دونه، طلب الترك، قوله طلب الترك قيد في التعريف يخرج الأمر، ممن هو دونه يخرج ها الدعاء والسؤال، مثل قولك يا ربي لا تعذبني، هذا ليس نهي لأنه صدر من الأدنى إلى الأعلى، ويخرج الالتماس كقولك يا أخي في الله لا تفعل هذا الشيء أو لا تقل كذا، فهذا التماس وليس نهيا. النهي هو القول الصادر، هو القول الصادر، هو القول الصادر من الأعلى إلى الأدنى، كقول الله جل وعلا ولا تقربوا ولا تقربوا الزنا. وفي النهي قواعد نذكرها مجملة. القاعدة الأولى النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم، النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم، فإذا رأيت الأدلة تذكر صيغة من صيغ النهي مطلقة فإنك مباشرة تحمله على التحريم. القاعدة الثانية النهي المتجرد عن القرائن يفيد الفورية، النهي المتجرد عن القرائن يفيد الفورية كما قلناه في الأمر. فإذا نهاك الله جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم عن فعل من الأفعال فالواجب عليك أن تتركه مباشرة ولا تتأخر في تركه. القاعدة الثالثة النهي يقتضي التكرار، سبحان الله، النهي يقتضي التكرار، ايش معنى هذا؟ يعني إذا نهاك الله عن الزنا وانتهيت مرة واحدة لا تقول والله النهي ما يقتضي التكرار، إذا المرة الثانية سأزني، نقول لا، النهي غير الأمر، الأمر تبرأ ذمتك بفعله مرة واحدة ما لم ترد قرينة تدل على المرتين والثلاث، أما النهي فلا تبرأ ذمتك بتركه مرة واحدة بل هو مستمر معك طيلة حياتك. فالنهي عن السرقة يقتضي التكرار، كلما سنحت لك فرصة السرقة فأنت منهي عنها،
النهي عن الزنا يقتضي التكرار، كلما سنحت لك فرصة الزنا فأعلم أنك منهي عنه. النهي عن القتل يقتضي التكرار، وجميع منهيات الشريعة كذلك. قاعدة أخرى: لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكر وعلم وإرادة. لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكر وعلم وإرادة، إلا بذكر وعلم وإرادة. يعني إذا وقع الإنسان في شيء من المحرمات فإننا لا نبادر بقولنا إنك آثم إلا إذا تأكدنا من ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يقع فيها عالما أنها حرام، وبناء على اشتراط العلم، فمن وقع في شيء من المحرمات وهو جاهل ومثله يجهل فإنه غير آثم ولا يترتب عليه أثر ارتكاب هذا الحرام. قول الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولقول الله جل وعلا: لأنذركم به ومن بلغ. ولقول النبي ولقول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا خطأ، وهذا من الخطأ لأنه من الجهل. اثنين: قال بذكر، بعلم وذكر، والذكر ضد النسيان. وبناء على ذلك فلو أن الإنسان ارتكب شيئا من المحرمات والمناهي ناسيا تحريمها فإنه غير مؤاخذ، لأن الناس كما قررنا سابقا أنه مرفوع أقلم التكليف عنه فيما نسي، لقول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الثالث: الاختيار. ها؟ الاختيار وإرادة يعني، والإرادة هي الاختيار. فلا يأثم الإنسان في وقوعه في شيء من المحرمات مكرها، فإذا وقع الإنسان في شيء من المحرمات مكرها فإن قلم التكليف مرفوع عنه. فإذا ليس كل من وقع في الحرام يأثم مباشرة إلا من وقع فيه بهذه الشروط الثلاثة. وبناء عليه فلو جاءك رجل وقال محرم، يا شيخ سلطان جاءك رجل محرم وقال: إني حلقت شعري، هل مباشرة ترتب عليه الأثر؟ تقول: لا، تعال، هل كنت عالما بأن من محظورات الإحرام ترك الحلق؟ يقول: إي والله. طيب، هل حلقته وأنت ذاكر أنك محرم؟ يقول: إي والله. طيب، إي والله، ها؟ بقي الثالثة: هل حلقته وأنت مختار ولا أحد أكرهك؟ قال: لا والله، لربطوني الشباب في وسط السرير وحلقوني. يعني الحمد لله. قال: فكك الله، الله ما عليك شيء. لا يؤثر، هذه قاعدة طيبة، لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكر وعلم وإرادة. القاعدة الأخيرة في هذا الباب: النهي يقتضي الفساد. النهي يقتضي الفساد، بمعنى أن الشريعة إذا نهتك عن شيء فإنه يقتضي الفساد. ولكن هذه القاعدة يعني تحتاج إلى شيء من التفصيل، ولا أجد فيني القوة والشدة على التفصيل أكثر من ذلك، فلعلنا نكتفي بهذا القدر. اكتبوها وراجعوها يا إخوان في كتاب تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية، فإن القول الصحيح أن النهي فإن القول الصحيح إن شاء الله أن النهي يقتضي الفساد إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو شرط صحته، وأما إذا عاد إلى أمر خارج فإنه لا يدل على الفساد. وتفصيل ذلك لعلكم تراجعونه إن شاء الله. ووقفنا عند المقطع السادس أو المقطع الخامس، وهو الذي سنقف عليه في هذا اليوم. يعني الحمد لله أمورنا ماشية على وجه الصحة والكمال، وهذا من فضل الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير. يقول هذا سائل من تونس: من الأفضل كتاب الله، من الأفضل، كتاب الله أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهنا قدم الكتاب على النبي، فما الرد؟ أصلا هذا السؤال خطأ، لأن كتاب الله هو كلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله أصلا، فهل يقارن بين صفة من صفات الله وبعض المخلوقين؟ هل يقال وجه الله أكمل أم وجه الرسول؟ فكلام الله جل وعلا، فكتاب الله وكلامه كما قال أهل السنة رحمهم الله: إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق من الله، وبدأ من الله بدأ وإليه يعود. فلا يجوز للمسلم أن يدخل كلام الله في المفاضلة بينه وبين أحد من المخلوقين. والنبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من المخلوقين، لكن الله كرمه وأعلى نزله وأعلى قدره، وأعطاه الرسالة والنبوة، وختم به النبيين، وخصه بخصائص لم يخص بها أحد من خلقه. لكن هذا لا يرفعه إلى أن نفاضل بينه وبين كلام الله جل وعلا. فإذا هذا السؤال أصلا خطأ،
هذا السؤال أصلا مبني على فهم خاطئ. هذا سائل من فرنسا يقول: ما هو حال الشيخ صالح فاضل السامرائي الذي يظهر في قنوات تسمى إسلامية يشرح القرآن لغويا وهل تنصحون به؟ الله أعلم في حاله. أنا لا أعرف هذا الشيخ الحقيقة، أنا جاهل في هذا الشيخ ولا أدري عنه، لا أوصي به ولا أحذر منه لأنني جاهل في حقيقة هذا الشيخ ولا أدري عنه، الله أعلم، ما سمعت به. ما قولكم في بشير بلحسن التونسي؟ وأرجو من الشيخ أن يدعو لي بالهداية والتوبة. أما بلحسير بل إيش؟ أما بشير بلحسن التونسي فوالله لا علم لي به، الله أعلم بحاله. وأما الدعاء لك بالهداية فأسأل الله جل وعلا أن يشرح صدري وصدرك وصدر المسلمين جميعا لقبول الحق والانصياع لأمر الله جل وعلا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول: هذا توضأ واغسل ذكرك ثم نم، هل الترتيب جائز؟ يقصد الترتيب واجب، يعني يقصد هل الترتيب واجب؟ الجواب في هذه الحالة أن المراد بالوضوء هنا هو الوضوء الشرعي، والوضوء الشرعي يشترط فيه الترتيب، الوضوء الشرعي يشترط فيه الترتيب، فيكون في هذه الحالة غسل الذكر مقدم على الوضوء، لأن من جملة نواقض الوضوء إيش يا جماعة؟ غسل الذكر. هذا منهج. والمنهج الثاني أيها الإخوان أن هذا وضوء من أجل تخفيف حدث الجنابة، والوضوء من أجل تخفيف حدث الجنابة لا ينتقض بالريح ولا بمس الذكر ولا بشيء آخر كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية. فهنا الترتيب لا حرج فيه، لأن قوله توضأ ثم نم إنما حتى تنام على إحدى الطهارتين، يعني أن تنام وأنت خفيف الجنابة، فهذا وضوء من أجل حدث الجنابة، ووضوء الحدث والوضوء من أجل حدث الجنابة لا ينتقض بالريح ولا بمس الذكر. مثاله: لو أن الإنسان جامع زوجته الساعة 9 ثم أراد أن يأكل أو ينام ثم توضأ، وبعد وضوئه جلس يتحدث مع أهله ثم أحدث، فهل يلزم بالوضوء مرة أخرى حتى يخفف حدث الجنابة؟ نقول: لا، خلاص، حدث الجنابة خفف بالوضوء الأول ولا حرج، ولا حرج عليك. هل الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية في الصلاة؟ الجواب: نعم، يجب عليك أن تصلي إذا فاتك شيء من الصلوات، فيجب عليك أن تصلي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هل السكران الطافح تسقط عنه الصلاة حتى يفيق؟ الجواب: لو لم يصلي فإنه غير مؤاخذ على ترك الصلاة في هذه الحالة، لكنه يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء متى ما أفاق. هل يطالب المسافر الذي طبعا هو يعاقب على سكره ويقام عليه الحد، ويعاقب على سكره ويقام عليه الحد، لكن كنا نؤثمه أو نوقع طلاق زوجته بسبب عقابه، خله يستاهل يستحق، عليك منه، شب فيه، لا يا أخي، هذا مو في الشريعة، نعاقبه على الجرم الذي ارتكبه. هل يطالب المسافر الذي قصر الصلاة خلف الإمام المتم، هل يطالب بإعادة الصلاة إذا كان جاهلا بوجوب الإتمام؟ كثير من العلماء رحمهم الله يوجبون على المسافر إذا تم خلف المقيم أن يتم، كثير من العلماء رحمهم الله تعالى يوجبون على المسافر إذا تم خلف المقيم أنه يتم، وبناء على فتوى هؤلاء العلماء رحمهم الله فإنه يجب عليه الإعادة، يجب عليه الإعادة حتى وإن كان جاهلا، لأن جهله هذا لا يرفع عنه المطالبة، لأنه جهل في تفويت مأمور، والجهل وباب المأمورات لا يسقط بالجهل والنسيان، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.